اقول ان انا مفتقد والدي وهظل مفتقد طول عمري، اقول ان انا مفتقد الاب والصديق والقدوه، بس اقول ان هو بس برضه احب اقول ان هو مستمر معانا وعايش. هو لو الواحد عمل اي حاجه في حياته بسبب فضل الحاجات اللي هو علمها لنا وتعلمناها منه، فموضوع مربك بس في الاخر ما يعني عارف لما تكوني مفتقدة وموجود في نفس الوقت.